وحشتوني وحشتوني وحشتوني. وانت كمان يا كيمو. هو في احلى من الليالي؟ بس مش غريبة يا جماعة، احنا الاتنين مع بعض في ليلة واحدة. وين مشكلة ان احنا نهيص؟ ما انت عارفيني بحب اللب، وانتي بيضة وهي سمرة وكل بستان الزهر. انا بقى بصراحة عايزة انبسط قوي النهاردة، عايزكم بقى تدلكوني وتدلعوني وتنيموني بس كده. وانا اللي فاكرك مؤدبة. لا وترقصوني كمان. انا شارب ثلاثة ستيلا ويجي ثمانية كمان اي دي. انا راجل او مش الا ولا يهمني من ده ولا دي. انا شارب ثلاثة ستيلا، انا راجل او مش الا. انا شارب ثلاثة ستيلا. بس يا روح عمرك، ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا بيه؟ يا باشا هو مفيش غيري في البلد دي يعني يا باشا؟ وبعدين انا مش دعوه بالسياسه يا فندم يعني، وحضرتك عارف انا راجل بتاع سيجاره وكاس يعني، ما بعملش حاجه غلط. ما بعملش حاجه غلط؟ هدوم على فين يا فندم؟ بس يلا يا ماما يلا يا فندم. طب غير هدوم. يلا يلا. والله يا فندم انا ما اعرفش اسم ريتشارد ده غير في فيلم الناظر صلاح الدين. انت بتهزر يالا؟ لا والله يا فندم انا بقول الحقيقه. وادم امين عبد الحي تعرفه هو كمان؟ يا فندم اعرفه. علاقتك بيه؟ هو صاحبي وزميلي في الكلية والواد ده رجولي يا فندم. صاحبك بس وزميلك في الكلية؟ ولا كان في وقفات احتجاجية بترتبوها مع بعض؟ يا فندم لا أنا ولا آدم لينا في السياسة، والوقفات الاحتجاجية دي هي اللي عرفتكوا بيا، وبعدين يا فندم والله كانت وزة شيطان وراحت لحالها. أنت تعرف مكان آدم؟ يا فندم هو ساكن في حارة في بولاق أبو العلا. يا سلام. بس الحقيقة مش عارف رقم البيت يعني. جبت التايه يا آدم، ما احنا عارفين العنوان. على فكرة أنت شكلك ظريف كده ودمك خفيف. يا فندم والله خالص أنا بس عايز أخدم يعني. هو آدم عمل إيه؟ يعني أنت مش عارف آدم عمل إيه؟ لا يا فندم والله ما كنت سألت حضرتك. مش شغلك. ومروح يا كريم وأول ما أكلمك ألاقيك. ربنا يخليك يا فندم، شكرا يا فندم. اتفضل. أنتوا هنا بتشهدوا في جريمة القتل؟ جريمة القتل؟ أمال أنت كنت بتهبب إيه جوه؟ كانوا بيسألوني على آدم. ما هو آدم هو المتهم في جريمة القتل اللي بيحققوا فيها يا زكي. إيه؟ آدم لا يمكن يعمل كده. بالراحة يا نانسي على نفسك شوية، أنا خايفة عليك. بالراحة؟ بالراحة إيه بس؟ أنا ضيعت مستقبل الولد. ربنا هيناكي إن شاء الله. إزاي؟ ده ما بقاش قاتل وسارق بس، دول خلوه إرهابي كمان. للأسف كل الظروف ماشية ضده. أنا هروح أعترف بكل حاجة وأشهد إنه كان بيدافع عني. بتفتكري انك هتنقذيه بالطريقه دي؟ هي دي الحقيقه يا بابا، ما هي لازم كل الناس تعرفها. الحقيقه ما حدش يعرفها غيرنا احنا. ايوه يا حبيبتي لازم نفكر بالعقل، اي تهور دلوقتي ضد مصلحتنا كلنا وهيخسرنا كل حاجه. هو زنوني يا حبيبتي. طب اعمل ايه؟ طيب تعيش حياتك عادي جدا، وما تنسيش انهم ممكن يكونوا بيراقبوك. بيراقبوني؟ طبعا. انت مش طرف في جريمة قتل. ومين؟ امريكاني. طب وادم هنعمل فيه ايه؟ هخبيه في مزرعة الفيوم. وجوده في القاهرة بقى خطر عليه. لغاية امتى يا حبيبي هنغبيه كده؟ لغاية من؟ منشوف الأمور هتوصل لفين. وفي معانا يا عدرا يا أبو النور، وفي معانا. طمني يا ستي، آدم في أمان، وجبت له أكل وكلم أهله وطمن عليهم وكله تمام. طمنين أنت على نفسك، عملت إيه لما استدعوك في الاسم؟ ده كان موقف صعب قوي يا بابا. حصل ايه؟ سالوني ايه علاقتي بالقتيل. اكيد. امال هم هيستدعوكي ليه؟ المهم انت قلت ايه؟ ولا حاجه، قلت لهم ان هو كان عميل عندي، واكدت على اني كنت رايحه اخد منه اخر دفعه فلوس ليا، بس قلت ان انا روحت قبل الميعاد اللي انا روحت فيه بساعه علشان يبقى منطقي اني ما شفتش الحادثه. عال كده تمام قوي. اوعى يكون بان عليكي اي حاجة. معرفش بابا، هو احنا هنفضل مخبين الحكاية على البوليس لغاية امتى؟ لغاية ما يمسكوا السارق ويقبضوا عليه بالمسروقات.
طب وافرض ما لقوهوش؟ الحل التاني بقى انكم تروحوا تعترفوا ويقبضوا عليكم وتفضلوا جوه لغايه ما يمسكوا السارق ويقتنعوا ببرائتكم. انهي احسن بقى، انكم تستنوا بره لغايه ما يمسكوا السارق، ولا تروحوا برجليكم للسجن لغايه ما يظهر دليل براءتكم ويا عالم هيجي امتى؟ معرفش، انا مبقتش عارفه حاجه خالص. مشاهدينا الكرام، اليكم هذا الخبر العاجل. جورج، نانسي، انت في ايه؟ الحقوا بسرعه. في ايه؟ اعلنت جماعه شهداء الجنه مسؤوليه عن حادث مطار الامريكي بالقاهره، وافاد المتحدث الرسمي باسم الجماعه بان هذه هي اولى عمليات الجماعه في مصر، وان عملياتها سوف تتوالى في المستقبل. ياتي المصيبه، ياتي المصيبه، انت كده ضلمت اكتر. وكنت عايزه تروحي تعترفي. الحمد لله انك ما رحتيش. طب والعمل يا بابا دلوقتي؟ العمل؟ العمل عمل ربنا. ايه ده؟ هو الواد ده ماله؟ منحوس ولا حظه وحش؟ ده احنا في كارثه. انا ايه بس اللي بيحصل لي ده؟ حوادث ومفاجآت ما كانتش تخطر على بالي. يا ترى اللي جاي خير ولا شر؟ يا ترى صدقوا اللي قلته في التحقيق، ولا شاكين فيا وبيراقبوني، ولا ايه؟ ربنا يستر بقى. نانسي. هاي، ازيك يا امير؟ هاي. ايه، انت كويسه؟ انا كويسه الحمد لله. انا قلت اعدي واطمن عليكي. لا انا كويسه. عملت ايه في المشوار اللي رحتيه مع بابا امبارح؟ مشوار ايه؟ المشوار اللي كنتوا هتروحوه سوا ساعه لما جيت لكم، بس انا لمحته نازل ومعاه شاب كده وما شفتكيش. بالمناسبه مين الشاب ده؟ ده واحد قريبنا، واحد قريبنا، وبابا كان رايح يوصله محطه القطر، وبعدين انا كنت نازله معاهم فعلا، بس تعبت وما بقتش قادره انزل فسبتهم. الف سلامه عليك. هو انت بتتجسس علينا او حاجه؟ هتجسس عليكم ليه؟ دي كانت صدفه. بس انا لما جيت لكم ما شفتش الشاب ده، ما كانش موجود. كان في الحمام يا سيدي. وبعدين انت ما دخلتش البيت اصلا عشان تبقى شفته كله يعني في الدقيقتين دول. انا اسف، معلش ان انا بتدخل في الماليش فيه. لا اتس اوكي، انا بس اللي تعبانه شويه ومش عايزه اتكلم دلوقتي، معلش.